بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للداخل على المجلس، إذا كان في هذا المجلس علماء وطلاب علم وعامة وبينهم حديث، فهذا الداخل هل يسلم ويجلس أو يدور عليهم بالسلام لكل واحد منهم؟ أفتونا بالتفصيل في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا شك أن المجالس لها آداب، فإذا دخل الإنسان وهذا المجلس مجلس علم ودرس فإنه يجلس ويستمع ويؤجل السلام إلى بعد الفراغ. وكذلك إذا كان المجلس مجلس حديث بأن يتحدث واحد والباقون يستمعون، فإنه أيضا يجلس ولا يسلم حتى يفرغ الكلام. أما إذا كان الكلام متوزعا بين الجالسين فإنه يسلم إذا دخل، على العموم ويخص من يريد أن يسلم عليه وحده. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو عبد الله: حدثونا عن أحكام الوصية، متى تكتب الوصية وما هي شروطها وهل هي في الحياة؟ وصية على نوعين: النوع الأول الوصية بما له وما عليه، بما له من الحقوق والأموال لئلا تضيع، وما عليه من الديون وما عنده من الأمانات أيضا اكتبها ويوصي بها أن تصل إلى أصحابه. وهذا ما جاء به الحديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه. وأما النوع الثاني هو وصية التبرع، يعني يتبرع بشيء من ماله الثلث فأقل لغير وارث في سبيل البر، فهذه مستحبة وليست واجبة لمن كان عنده مال. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هذا في أول الأمر، ونسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ويشترط في الوصية شرطان: الأول أن تكون لغير وارث، والشرط الثاني أن تكون بالثلث فأقل، قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا وأولادي كثيرا ما نسافر إلى الديار المقدسة وإلى المدينة المنورة، فأيهما أفضل في الأجر في الحسنات؟ فأنا أخص مكة أكثر من المدينة. نعم، مكة أفضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة فيما سواه. ولأن المسجد الحرام أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، خواطر النفس كثيرا ما تراودني في أشياء لا ترضي الله، وأنا أعتب دائما على نفسي في هذه الخواطر وأقول بأنها من الشيطان، هل الإنسان محاسب عليها؟ لا يحاسب عليها، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. كونك تكره التحدث بها والتصريح بها هذه علامة الإيمان. عليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وعليك أيضا برفضها وعدم تفاعل معها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل وصلنا منه هذا السؤال، يقول: امرأة قبل 30 سنة أو أكثر كانت على سطح منزلها، فكانت تطل من على السطح، وأثناء ذلك سقطت بلوكة وبعض الحجارة على والدها المار في ذلك الشارع في تلك اللحظة تحت المنزل، فأصابته في رأسه فمات على إثرها في اليوم الثاني. وكان هذا
هذا الحادث قبل سنوات كما قلت، فهل عليها كفارة لجهلها؟ إذا كانت مستسببة في سقوط الحجارة هذا قتل خطأ، يكون عليها كفارة ودية الخطأ على عاقلتها. أما إذا لم يكن لها تسبب في سقوط الحجارة ليس عليها شيء. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: قرأت حديث فيما معناه وهل هو وارد؟ يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، ما معنى هذا؟ معناه ليس فيها حسد، أنها خالية من الحسد، هي كأفئدة الطير. نعم، والحديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: نحن دائما ندعو الله عز وجل أن يعيذنا من عذاب النار وعذاب القبر، ما هي الأدعية التي تنجي منها عذاب القبر الذي دل عليه الحديث؟ تدعو بلفظ الحديث: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، تستعيذ بالله من هذه الأمور في آخر الصلاة قبل السلام. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قال أحد الناس إذا أردت أن تسلم من الصلاة فلا تلتفت إلا بعد النطق بالسلام الذي هو ركن، فمن الذي آخذ في كلامه؟ الالتفات يكون مع السلام، تسلم وتلتفت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: إذا خرجت من المسجد لمدة 10 دقائق ثم رجعت، هل يلزمني تحية للمسجد؟ إذا كنت خرجت بنية الرجوع ورجعت قريبا فليس عليك تحية المسجد، لأنك في حكم الجالس في المسجد. أما إذا تأخر الوقت فإنك إذا جئت تؤدي تحية المسجد، لأنه طال الفصل وانتهى الجلوس الأول وهذا جلوس ثاني. نعم. هذا سائل الأخ صالح يقول: كنت صائما فنويت أن أفطر في وسط النهار ثم تراجعت وأتممت يومي، فهل علي شيء في هذه النية؟ وماذا إذا كان صوم فريضة؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان هذا الصوم صوم فريضة وقطعت النية فإنه يبطل صيامك، ولكن تكمل اليوم بالإمساك تقضي هذا اليوم، لأن النية شرط لصحة الصيام، استمرار النية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الصيام إمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. أما إذا كان الصوم نافلة فإنه لا يبطل بقطع النية ما لم تأكل أو تشرب أو تتناول مفطرا، مجرد قطع النية لا يبطل صوم النافلة. نعم. أبو عمار يقول: الشيخ، ما حكم ترك الحج مع القدرة عليه؟ حج الفريضة لا يجوز أن يتركه مع القدرة عليه، بل يبادر بأدائه، وإذا تركه فولي الأمر يلزمه بذلك، لأنه واجب وركن من أركان الإسلام. أما إذا كان حج نافلة فالأمر واسع، إن شاء حج وإن شاء لم يحج، أراد زيادة الخير وزيادة الأجر يحج، وإن لم يحج فلا حرج عليه، إنه سنة. نعم. يسأل يا شيخ حفظكم الله عن الدعاء وعن منزلته، وخصوصا في رمضان أو في 10 ذي الحجة، أيهما الذي يستجاب؟ كله يستجاب إن شاء الله. الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما في الحديث: الدعاء هو العبادة، أدعو الله مخلصين له الدين، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دان. دعاء مقامه عظيم، وهو أعظم أنواع العبادة، ولا سيما عند الحاجة وفي أوقات الفضيلة كآخر الليل وفي الركوع والسجود، أثناء الركوع والسجود، والسجود أرجح دعاء فيه، بر الصلوات في الأوقات الفاضلة، رمضان، ليلة القدر، 10 ذي الحجة، يوم عرفة، فهو يتأكد في الأوقات الفاضلة وفي الأمكنة الفاضلة. نعم. يقول: هل لابد من أن يكون الإنسان على وضوء حتى يستجاب الدعاء؟ لا يشترط للدعاء أن يكون على وضوء، هو عبادة لكن لا يشترط له الوضوء ولا الطهارة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أبو فهد يقول: ما أفضل الدعاء إذا قدم لي الإنسان عملا طيبا لأدعو به، هل كلمة جزاك الله خيرا تكفي؟ نعم تكفي، كما في الحديث: من صنع إليه معروف فقال لصانعه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء،
نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة: ما حكم تجعيد شعر المرأة؟ والتجعيد هو جعل الشعر مجعدا مدرجات بدل أن يكون سائحا. لا بأس بذلك، لأن هذا من التجميل، لكن على صفة لا تشابه صفات غير المسلمين. ولكن المعروف في التدريج هو قص الشعر وجعله مدرجات، هذا لا يجوز. إنما إذا كان الشعر سليما ولم يقص، وتكده وتدهنه وتجمله تضفره أو تجعله سبطا، لا مانع من ذلك، من الجمال. نعم. أبو إبراهيم يقول: فضيلة الشيخ، كيف يدعو الإنسان ولا يستجاب له والله عز وجل يقول أدعوني أستجب لكم؟ لأن عنده مانع من القبول، عند العبد مانع من القبول. الدعاء لا بد مع زوال الموانع الإجابة، إذا كان هناك مانع من القبول فإنه لا ينفع، مثل الذي يأكل الحرام تغذى بالحرام لا يستجاب له دعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. من شروط قبول الدعاء أكل الحلال تغذي به، ومن شروطه التوحيد والإخلاص، أدعو الله مخلصين له الدين. أما إذا دعا الله ودعا معه غيره دعاؤه باطل مردود، وهو شرك بالله عز وجل. فلا بد من الإخلاص في الدعاء، الإخلاص في النية والقصد. وكذلك لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يدعو على أحد بغير حق، فإن هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد نهى الله جل وعلا عن الاعتداء في الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول بأنها نزلت عليها الدورة في شوال وتعدت أيامها المعتادة ولم تطهر، هل تصلي وتصوم أم ماذا عليها؟ ما دام الدم متصلا وفيه صفات الحيض فإنها تجلس ما دام متصلا إلى 15 يوما، إذا تمت 15 يوما فإنها تغتسل تصوم وتصلي، لأنه تبين أنه دم فساد وليس دم حيض. نعم. تقول الأخت أم عبد الله: بالنسبة للجمع بين المغرب والعشاء للمرأة المسافرة سفرا طويلا ما يقارب من 400 كيلو، فصلت بين الوقتين، هل هذا جائز؟ نعم، لها أن تجمع من دخول وقت الأولى إلى نهاية وقت الثانية، أن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وأن تجمع في أول الوقت أو في آخره أو في وسط، ما في مانع، لأن وقت الصلاة صار وقتا واحدا في حالة الجمع. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت تقول: بالنسبة لزيارة قبر أبي والدعاء له، فنحن من عادتنا أننا نقوم بزيارة قبره والدعاء له ووضع بعض الأشجار على قبره. كل هذا لا يجوز. أولا، زيارة المرأة للقبور لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور متخذين عليها المساجد والسرج. النساء لا تزور القبور. وضع الأشجار على القبور كذلك لا يجوز، لأن هذا وسيلة، لأن هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت أم منصور تقول: ما حكم التأخر عن الإمام سواء أثناء الركوع أو خلاف ذلك من أجل الدعاء في حالة السجود، وما الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا يتأخر عن إمامه ولا يتقدم عليه، تابع الإمام، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا قال سمع الله لمن حمد قولوا ربنا لك الحمد، يتابع الإمام، هذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول منصور أيضا: كنت حامل في الشهر 8 فمات الطفل في بطني، هل علي كفارة؟ إذا كانت متسببة في موت الطفل، يعني حملت ثقيلا أو ضربت بطنها وغير ذلك، فإن عليها الكفارة ودية الجنين، دية الجنين عشر دية أمه، يكون على عاقلتها، وعليها الكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين. أما إذا كانت غير متسببة وسقط الجنين لسبب ليس من قبلها فليس عليها شيء. نعم. تسأل عن فقرة أخرى في سؤالها عن برد الأسنان بالنسبة للمرأة. إذا كان هذا لإصلاح الأسنان فيها خلل فيها عيب يجوز إصلاحه بالبرد أو غيره، أما إذا كان الأسنان سوية وليس فيها عيب فلا يجوز تفليجها وبرده، لأن هذا من العبث ومن تغيير خلق الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ أحمد يرجو منكم تفسير للآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، في سورة هود. نعم، قال الله جل وعلا: أما الذين
شقوها في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني مخلدون فيها، لأن السماوات والأرض تدوم دائما في الآخرة، السماوات التي تبدل، السماوات والأرض تبدل بغيرها، المراد جنس السماوات لا عين السماوات. الكافر يخلد فيها أبدا ولا يخرج منها. وأما المسلم إذا دخلها بذنوبه التي استحق بها دخول النار فإنه لا يخلد فيها إلا ما شاء الله، لأنه خلوده مؤقت، خلاف الكافر فخلوده والعياذ بالله مؤبد. وهذا هو المراد، يعني في حق المسلم العاصي، إلا ما شاء الله يعني في حق المسلم العاصي. نعم، جزاكم الله خيرا. لأخ سالم يقول: هذا السؤال هام جدا بالنسبة لي، وهو يتعلق بزكاة أسهمي التي وضعتها في أحد المصارف، فأرجو من الشيخ توضيح هذا الموضوع، كيف يتم إخراج زكاة الأسهم؟ وهل الزكاة تخرج من رأس المال فقط، مع العلم بأن المصرف أو البنك يخرج الزكاة من رأس المال فقط إذا حال عليه الحول، وإذا كان هناك أرباح هل تخرج الزكاة من رأس المال؟ الأسهم على قسمين: أسهم ثابتة مثل الأسهم في المصانع التي تنتج، هذه أسهم ثابتة، والأسهم في العقارات الثابتة التي تؤجر، فهذه زكاتها في غلتها إذا حصل على شيء من غلتها وأجرتها يزكيه. وأما الأسهم التي هي تباع وتشترى ويطلب فيها الربح فهذه عروض تجارة، إذا تم الحول عليها يزكيها بأن يثمنها بما تساوي ويزكيها، وإذا حصل منها على أرباح فإنه يزكيها، يزكي رأس المال ويزكي الربح، لأن الربح تابع لرأس المال. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أبو عبد الرحمن أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: فضيلة الشيخ صالح سلمه الله، شخص أصابته أزمة مالية فنذر إن كشفها الله عنه أن يذبح 7 من الإبل، فكشف الله عنه ما به إلا أنه لم يستطع الوفاء بهذا النذر دفعة واحدة، فهل يذبح واحدا تلو الآخر أم ينتظر حتى يجمع المبلغ لها كلها ثم يقوم بذبحها جميعا؟ إذا كان نوى ذبحها جميعا فلا بد من ذبحها جميعا، فينتظر إلى أن يتوفر له المال ليذبحها جميعا، وإذا كان ما نوى المتابعة ولا شرطها فإنه يذبحها ولو متفرقة. نعم، يقول: صليت يوما من الأيام صلاة الضحى في وقت النهي جاهلا، فهل صلاتي صحيحة أو يشرع لي قضاؤها؟ هذه نافلة، والنافلة لا تقضى، وأنت أخطأت في صلاتها في وقت النهي، يعني وقت شروق الشمس وزوغ الشمس، هذا وقت نهي قبل أن ترتفع، أخطأت في هذا ولا شيء عليك إن شاء الله، ولا تعود لمثل هذا. نعم، أخيرا نختم هذا اللقاء معكم بهذا السؤال للأخ أبو عبد الرحمن، يقول: صلى رجل بآخر في صف واحد إلا أن المأموم تقدم على إمامه قليلا في الصلاة، في صلاة الإمام والمأموم صحيحة؟ إذا كان تقدم كثيرا لا تصح صلاته، ما إذا كان تقدم يسير فلا بأس بذلك، يعفى عنه. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في برنامج نور على الدرب. هذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.